الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. مبروك كل عام وانتم بخير. عبد البسط عمارة نظر استعجالي ابن الجزار، مستشفى ابن الجزار. اليوم كي كل عيد فهمتني الدرك الكل يتيح على سبيطارنا كما يقولوا فيها، خاطر المستوصفات مسكرين والعيدات مسكرين والدنيا كلها مسكرة، بقات الاستعجالي مش تبقى هي في الواجهة. اليوم هنا قاعدين نحاولوا زدنا في البرسونال الماكسيموم باش نجموا نغطيو الحدث هذا، وان شاء الله نقدروا باش نقوموا بالواجب ان شاء الله، علما ان الاستعجالي ولات غير كافيه باش تستوعب العدد المرضى اللي في الولايه، يعني في الولايه وخارج الولايه كما يقولوا فيها الناس داوي هنا، فهمت؟ ان شاء الله نقدروا نقدموا خدماتنا للناس كل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مش نحاولوا زدنا ساعه في عدد البيرسونيل من اطباء ومن ممرضين ومن فنيين وعمل وكل شيء، زدنا فيهم اليوم باش نجموا نتعاملوا مع المرضى بطريقه صحيحه، يعني فهمني، خطر الاعداد يكثر اليوم بعد الناس اليوم ترجع للماكله العاديه وترجع لل كيما يقولوا فالت مخميخ والطحينه والكفتاجي والدنيا، فهمت؟ الوغ هنا لازمنا نزيدوا في البيرسونيل ونخدموا للماكسيموم، معناها نخدموا للماكسيموم اكثر عدد ممكن. وكاو الحياه فهم. الحياه فهم. زهره الحياه.